فصل المسألة كلها وأن القديس لا يقبل الصلاة قبل المعلمين. يا أحبابي أستحق إليكم وصية كبيرة والوصية القديمة كافة لكم من الوصية العظيمة التي سمعتموها من الأب أيضا وصية كبيرة أكتب إليكم. ما أحق فيكم أن تكون أرجاز والنور في حق الله بي ويكون له ظهور ويرد زكاته ويمتلئ الدنيا. من يحب أباه يكتب الذنوب وليس فيه عقل وأما يؤمن أتاه فهو حكمه وتبرر يسلك ولا يعلم اليوم لأن الحكم قد خلص عليه. أكتب إليكم أيها الأباء لأنه قد ذكر لكم حياة الإنسان. أكتب إليكم أيها الأباء لأنه قد عرفتم الكائن المجرد. أكتب إليكم أيها الشباب لأنه قد عرفتم الشديد. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد عرفتم الآن. أكتب إليكم أيها الأباء لأنه قد عرفتم الكائن الأباء. كتبت إليكم أيها الأحفاد لأنكم أقوياء وكانوا في الفترة لكم فيكم وقدر لكم الشديد. لم أكن عالم